ختام حلقتنا كان مسك مثل ما بيقولوا مع الممثلة القديرة سمارة نهرة اللي طلت علينا بوول اوف فيم حتى تخبرنا عن طلتها بمسلسل 24 قيراط، وكان بالفعل حديث ممتع. تحية كتير كبيرة لإلها. وهلأ مشاهدينا قبل ما نودعكم راح نعطيكم الأجوبة، مش الأجوبة، أسماء الفايزين بمسابقة اليوم لشهر رمضان المبارك. اليوم عرفناكم شوي عن مدينة بعلبك ومميزاتها، وسألناكم سؤال بيقول ماذا سميت مدينة بعلبك على أيام الرومان؟ الخيارات كانت مدينة الغيوم أو مدينة الشمس، وأكيد الجواب الصحيح هو مدينة الشمس. تلقينا اتصالاتكم طوال الحلقة، اتصالات كتير، الأجوبة تقريبا كلها كانت صحيحة. وبدنا نقول مبروك لسيدة أحلام سنطور، تفوزي معنا بقصيمة شرائية قيمتها 100 دولار من مجوهرات أنطوان صليبة. تختاري من بين 55 ماركة ساعات. وكمان منقول مبروك للسيدة ماجدة زعيترية اللي جاوبت صح، وكمان بتربحي معنا دعوة لعشاء لشخصين بمطعم بلاك روك ستيك هاوس بمنطقة مار مخايل، وألف صحتين لإلك. وهلا لمحه سريعه عن البرامج اللي عم بتابعوها حاليا على شاشه الام تي في، ويمكن ابرزهم او من ابرزهم مسلسل الف ليله وليله اللي بننطره كل ليله على شاشتنا خلال هالشهر الفضيل مع نيكول سابا، عدد كبير من نجوم الشاشه اللبنانيه والمصريه كمان. خلينا نشوف هاللمحه من حلقه امبارح من الف ليله وليله. بس هو وعد انه هيساعد بالسلاح وتجهيز الجيش. وإيه فايدة المساعدات والتجهيزات أصلاً لو مفيش حرب؟ مش بعيد في يوم من الأيام نلاقيه بيتفق مع الروم. ما أظنش يا مولاي، أنت عارف شعب الفرس ضحى قد إيه، وقد إيه من شبابهم ماتوا في حروب مع الروم. ساعتها مش هيرحموه. أنا محتاج أفكر في حل. يعني لو خدت قرار واعترضت على كلامه، مش بعيد المشاكل تكتر بينا ونلاقي نفسنا بنواجهه هو شخصيا. وبما انه ما هددناش تهديد مباشر، فالناس وباقي الممالك مش هيقتنعوا اننا نحاربه، وبالطريقه دي ممكن نفتح على نفسنا 100 جبهه جديده. بس احنا كنا بنستعد اننا فعلا ممكن نحاربه. ده لو كان هو اللي اعتدى وابتدى الحرب. كسرى لو وقفنا ضده مش هيحاربنا. بشكركم مشاهدينا تابعتوا معنا او امضيتوا معنا الجزء الاول من هالنهار، بتمنى لكم بقيه نهار ممتع ومريح، افطار شهي لكل الصائمين، وموعد جديد مع فريق ام تي في لايف بكره الصبح. الى اللقاء. بكره بام تي في لايف باب تو ديت اخبار لبنان والعالم. في هوروسكوب خصائص برج السرطان والتوقعات اليومية. في واتس كوكينج الشيف رح يعمل شوربة لحم ونودلز. في ميك اوفر ريتا اللمع رح تغير لوك وبتقدم نصايحها لشكل أجمل. وبي فاميلي كيف مننمي حس المسؤولية الاجتماعية عند الأطفال.